الناشد السلطات في محافظة بابل، الناشد الحكومة العراقية، الناس الأبرياء، الشباب الأبرياء اللي طلعوا اللي رادوا يوصلون صوت الحق، إنه راد يقولون إحنا مظلومين ما متعينين، يفرجون عنهم مثل ما أفرجوا عنهم محافظة ذقار، مثل ما أفرجوا عنهم بالسماوة بكربلة اليوم سمعنا إن شاء الله راح يطلعوهم. هذا والله والله تعالى أقول لك، هي يعني الشخص ما يطلع إلا من ضيمة، ماكو واحد ترى يطلع من اعتباط. اللي طالب بالمدرسة ما يجي كهرباء، من يروح للامتحان أبسط حقوقه ماكو، هي مروحة. زين هذا من يعرق ويمسح عيونه راح تنزل الدمع، شنو هو الدمع بيملح، راح من يمسح عيونه يقدر يجاوب؟